أجلت المحكمة الاتحادية البتة بدعوى إعادة مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الثلاثاء المقبل. وقال مراسلنا إن رئيس المحكمة استمع لإفادات المدعي والمدعى عليه ودونها قبل أن يقرر تأجيل البت بالدعوى إلى الأول من الشهر المقبل لغرض تدقيق الإفادات. وكان مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى في الثامن من شباط الحالي بعد مقاطعة الكتل النيابية الكبيرة لجلسة انتخاب الرئيس وانتهاء المهلة الدستورية لعملية الانتخاب. ولغرض التدقيق أجلت المرافعة إلى يوم واحد ثلاثة